يخرب بيتك، انت بتشرب الشاي بالشفاطة يالا. شوف الجهل يا دولا، انا المفروض ما ردش عليك، لكن انا هرد يا عم. لا ما تردش ما تردش. عيني بص يا دولا، الجو ده كله فيه تلوثات، والشطافة دي يا عمنا اكتر حاجة معرضة للتلوثات للجو. ايه الشطافة؟ انت بتتعامل مع الشفاطة على انها شطافة يالا؟ وايه الفرق يعني يا دولا؟ يا ابني الشطافة مش للشرب. امال ايه يا دولا؟ لا لحاجة تانية خالص، لكن الشفاطة بقى هي اللي تشرب بيها حاجات ساعة بس، مش تشرب بيها شاي. والشاي برضو بيتشرب بيها شاي يا دولا، علشان فيه فيروزات، والفيروزات دي لو دخلت معدتي هتعديني. فيروزات دول على اساس اخوات فيروز الصغيرين. انت الفيروزات يا ابني لو دخلت جوه معدتك انت اللي تعديها. بص يا دولا، انت هتقعد اقعد اناهد معاك كده وعمرك ما هتفهمني. انت مش مفروض الواحد يفهمك، انت بالكتير الواحد يبوسك ويركنك جنب، مش يبوسك يعني ويركنك، لا يرميك جنب الحيطه. ارميك ايه ده؟ انا شاي لو سمحت. ايه ده الراجل ده؟ انا عارفه يا رمزي. غريبه، مع ان انا حاسس ان انا ما اعرفوش. اتشطف وانت ساكت. لا انا عارفه، انا متاكد، كان معايا في المدرسه واسمه حمدي. يو يا عم بقى، يا عم بقى فكك بقى، انت كل شويه دول تقعد تقول لي ايه ده نعرف الناس دي، ايه ده نعرف الناس، وتروح تسالهم يقول لك احنا ما نعرفكش اصلا. بص يا عم انا مش همشي معاك في حته بعد كده. ولا ما تخافش ما تخافش. بص يا رمزي، عارف البازار بتاعنا؟ هتطلع لغايه عنده، معاك المفتاح بتاعه؟ دول هتفتح البازار بالمفتاح وهتخش جوه تقعد تستنى هناك. حاضر يا دول. يلا حاضر. الشطافة، خدت الشطافة؟ هتسيب القعدة كده؟ معقولة؟ الشطافة لازم جوه القعدة. يلا اتكل على الله. بص ولا ايه؟ يلا اتكل. الو؟ ايوه انا المهندس حمدي السيسي. انت بتضحك ليه؟ انا بابا اسمه السيسي، انت مالك انت؟ ايوه انا بلغتهم في فرنسا اني مش قبل شهر عشان ابتدي الحفر والفحت. حمدي السيسي صح؟ ايوه. في حاجة يا أستاذ؟ يا حمدي أنت مش عارفني ولا إيه؟ أنا عادل سعيد اللي كنت معاك في مدرسة النقراش الثانوية العسكرية بنين. فاكرك. لا مش أنت، أنت اقفل عشان الكارت، أنت اقفل اقفل. أهلا يا عادل. ازيك يا حمدي؟ وحشني. أخبارك إيه يا حمدي؟ عامل إيه؟ اقعد. ياه أخبارك إيه؟ الحمد لله. اسكت، مش رشحوني بعد ما جيت من فرنسا ان انا اكون المدير التنفيذي للمرحله الجايه لمترو الانفاق؟ ما شاء الله، برافو عليك. يعني انا برضو رشحوني ان انا اخد جايزه اصول ثقافه عن الشعر، بس ما خدتهاش. يعني ايه ده عادي؟ انت لسه بتجري ورا التفاهات دي؟ التفاهات؟ لا دي هوايه عندي، بس انا عندي شغلتي. يعني انا عندي بازار في الشارع اللي ورا ده، عايزك تيجي تزورني. شارع ايه؟ شارع الترولي، بكسب منه كويس قوي الحمد لله. لازم تزورني يا حمدي. شارع الترولي؟ اوه ياه، ده انا هبقى عندك كل يوم. لا انا بقول لك تيجي تزورني بقى كل يوم، لسه برضه فيك الحركات بتاعت المدرسه دي. طول عمرك لطيف. لا اصل انا عندي شغل يوميا هنا في الشارع، اصل شارع الترولي ده هنمشي فيه المترو. مشوا فيه المترو؟ طب يعني اشمعنى الشارع بتاعنا اللي هتمشوا المترو؟ ما تاخدوا المترو تمشوه في اي شارع تاني. لو انا جايب ابن اختي افسحه، بقولك ده المترو عارف، كلها شهر وهنبتدي نفحر في قلب الشارع. عارف الشارع ده هيتقفل خالص، والمحلات هتتشال. تصور محلات هتتشال. ايه يعني الوقت عوزة؟ ده مشروع قومي. الله، لازم يبقى فيه تضحية. ايه يعني شارع او شارعين، محلين، كل ده عشان القاهرة الكبرى يا اخي. قاهرة وكبرة ايه؟ كبرة يا عم حمدي، انت هتعمل لي فيها رفاعي جاي تطلع لي تعابين؟ لا يا استاذ بعد اذنك، يعني ما ينفعش خالص تمشي المترو بتاعكم من الشارع اللي فيه المحل بتاعي. الله، لازم يبقى فيه ضريبة يا اخي، ايه المشكلة يعني؟ طب ما انا بدفع الضريبة، انا طول الوقت بدفع الضرايب حضرتك، وطول الوقت بتفرج على الاعلانات ويقول لك مصلحتك اولا وادفع. هي مصلحتي ان انا ادفع وبس، ما اخدش حاجة خالص يعني؟ هي دي ضريبة النجاح. كمان النجاح هيعملوا له ضريبة، أنا فاشل يا سيدي، المفروض ما ادفعش بقى ضرايب بتاعت الفشل دي. اوعى تقول على نفسك كده يا عادل، أنا عايزك تعيش معايا اللحظة. تخيل المشروع ده بقى بعد 6 7 قول 30 سنة لما يخلص. تحس بالفخر، تبقى ماشي مفخور كده، والفخورة واخداك وانت ماشي في الشارع كده، ان المحل بتاعك جنب المترو، وتشاور لأولادك وتقول لهم تخيلوا يا أولاد
المحل بتاعي كان جنب المترو. يا سلام. ده ايه الفخوره اللي هبقى فيها انا والعيال دي؟ طبعا هنبقى ساعتها ماشيين بقى بنشهد حضرتك. ليه؟ انت مش عندك بازار؟ اه يا سيدي عندي. طب ايه رايك بقى انا هخدمك خدمه عمرك؟ انا هسمي لك المحطه محطه البازار. ها ايه رايك؟ اه لو كده يبقى معلش. اه محطه البازار برضو الواحد يبقى ماشي متفخور يعني حضرتك. طبعا طبعا. اه طب حضرتك انا مش عارف صراحه بجد يعني اودي جمايلك فين يا عم حمدي يا صديق الدراسه؟ احنا اصدقاء طفوله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادل تعالى اتفرج معانا على الفيلم. ده فيلم القطار يا عادل اللي انت بتحبه. القطار انا ما بحبوش. ليه بس يا ابي؟ ده فيلم يجنن، مهما تعاد لازم اتفرج عليه. انا ما بحبش القطار، انا حر. الله، مالك في ايه يا عادل؟ احضرك الاكل يا عادل يا حبيبي؟ لا يا ماما ماليش نفس. في ايه يا عادل؟ مالك؟ مالي؟ هيمشوا المترو في الشارع اللي فيه البازار. اخيرا اخيرا هترحم المواصلات والقرف واروح مدرستي بدري بقى. مدرسه ايه؟ المترو ده عشان يخلص قدامه 6 سنين، تكون انت طلعت على المعاش يا ماما. ايه والنبي يا عادل، والنبي يا حبيبي عشان خاطري ابقى خدني معاك اتفرج على عمليه بناء المترو، حس اني من وانا صغيره هموت واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل. عارفين يا جماعه مس المترو ايه؟ انه سريع جدا، ما بيوقفش في اي اشاره. اتلاست انه هيعملوا مترو انفاق زي اوروبا. زي اوروبا ايه يا جماعه؟ انتوا مش فاهمين حاجه، يعني البلد تتطور زي اوروبا وانا حالتي تتدهور. عادل يا حبيبي ما تبقاش راجعي وما تخليش تحيزك للترماي اسرع عن رايك في المترو. انا يا ستي لا متحيز للترماي ولا للمترو، ماله التوك توك صغير وزي الفل وبيزرق من الشوارع ومن الحارات ويجي عكسي ولا عليه ضرايب ولا عليه مخالفات، ماله التوك توك؟ انتوا اصلكم مش فاهمين حاجه. طب ما تفهمنا انت يا ابو المفهوميه. دلوقتي المترو ده لو مشي في الشارع اللي فيه البازار الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي. يا لهوي، يعني البازار كده بح؟ ايوه ماما البازار بح. كمان كمان عادل كمان كاسكم في فيلم نو. والنبي حباتي مش وقت فرنساوي خالص، كفايه المترو انه فرنساوي. طب المانجاتو هناكل ازاي؟ هناكل بقى من التطور الاوروبي اللي حضرتك كنت بتقولي عليه. بصوا غيروا المحطه دي، غيروا المحطه دي، انا مش عايز اسمع اي حاجه فيها قطر بعد اذنك يا نجلاء. حاضر. بصي اطفي التلفزيون خالص. حاضر. بصي يا عادل انا عندي فكره رهيبه، ايه رايك تجمع كل اصحاب المحلات بتاعه البازارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا شكوى محترمه، على الاقل تاخد تعويض. او اقول لك يا عادل تعملوا اعتصام تحت سفح الهرم وانا اللي هعمل لكم شعار المظاهره، ابو الهول براس انسان وجسم مترو كبير. جسم مترو ايه يا ماما؟ يا ماما كده اهو يبقى في دعايه للمترو. احنا عايزين دعايه ضد المترو على فكره، اصحاب المحلات لغايه دلوقتي ما عرفوش ان المترو هيمشي في الشارع، انا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي. طب ما تقول لهم يا عادل يا ابني. يا سلام، اقول لهم عشان الاسعار ترخص وابيع انا بالرخيص؟ لا، عادل اذكى من المترو. طب بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي ابيع بالاسعار القديمه من غير ما هم يعرفوا خالص. ده غش غش واحتيال، حرام عليك يا اخي، حرام عليك تبيع المحل وانت عارف ان عليه مشاكل. يا سلام يا ام ضمير، خلاص خليك انت لضميرك، سيبيني انا اتصرف بطريقتي، انا اللي بعرف اتصرف كويس وبعرف افكر كويس، ابيع بالاسعار القديمه وهم يولعوا. يا معلم تيتي انا حصل لي ظروف صعبه جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعه وما لقيتش غير صاحبي وحبيبي واخويا المعلم تيتي اللي فكرت ابيعهم له. يعني اخوك وحبيبك؟ احنا هنصيع، ما انا لسه طاحنك في المزاد الاسبوع اللي فات. بس عادي يعني انا وانت واحد مثلا يعني. والجروب السياحي اللي طشته بينك وبعت له نفس تماثيلك. بس احنا اخوات يعني، وبعدين اللي في جيبي في جيبك يعني يا معلم تيتي. ودلوقتي بقى جاي تمد ايدك في جيبي مش كده؟ الام بتبقى يعني الواحد بيهتم ان يعني اصل الام دي ما تتعوضش يعني. مالها الحاج؟ جالها مرض خطير يعني اسمه التيسي. تيسي ايه؟
تيسي تيسي وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني بس جه الام يعني وبعدين يعني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجه غير انها بتقعد تعطس تيسي 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 لدرجه ما بيبقاش عندها وقت انها تتكلم يعني ست الحاجه دي بركه وعلى عيننا وراسنا مع اني مش محتاج بضاعه وبضاعتك قفشه ومحلك عتبته فقريه لكن هفكر ايوه فكر ونباتيتي لان يعني لازم عايزه تعمل عمليه والعمليه دي انك دون وبتقطع عليا بنفسي ايوه مش هعمل كده تاني بس عمليه ولازم تتعمل في بلد بره حرام عليك بس عشان المعلم تيتي على سن ورمح وسيد المعلمين وابقى خدام ست الحاجه انا هاخد البضاعه بس بتمن جملتها اما محلك ده بقى ده فقري زيك ما يلزمنيش يعني يا معلم تيتي يعني حطيتني تحت سنانك وبالجز ما انت ياما خربشتني وضفرك طالني طب خلاص خربشك ايه الضوافر اتقصت والسنان خلعت والتسي تسي جيل امي خلاص اذ ربما انا عدي عليك بكره الم التماثيل وارمي لك فلوسك ربنا يخليك ربنا يخليك ماشي بكره بس اهم حاجه يعني تجيب لي الفلوس على طول ده ايه الادب اللي حط عليه مره واحده ده بقول لك الام يا معلم تيتي الام وبعدين بتحرص طول الوقت وانا خايف اتعدي صراحه هو معدي معدي اخلع انا بقى خد دي كمان يا معلم تيتي تشكر خد دي معاك شايفني بلم زباله على رايك عموما بالشفا يا معلم تيتي بالشفا دي تقولها للست الوالده اذا ربما انت بطل عطس يا سيدي ما تدوق ايش يعني جت على كده بقول لك ايه اذا حبيت تبيع هدومك اديني رنه حاضر يا سيدي معني مقاسي غير مقاسك وذوقي غير ذوقك ده ايه اللي انت لابسه ده شفاف يا معلم تيتي معقوله يعني لكن برضه ابقى اديك رنه حاضر سلام عليكم مع السلامه يا معلم خلاص يا معلم يلا يا رجاله الحمد لله خلصنا من البضاعه ايه ده دولا ده ايه ده؟ والله برافو عليك يا دولا بعت البضاعه دي كلها يا ابني بعت ايه انا شربت البضاعه كلها للمعلم تيتي وعلى معده فاضيه لا قيم انت برضه دولا استكملت لحد ما تكمم انت بتعلم الكلام يلا في مستشفى الكلب يلا بقى يا سيدي المعلمين بقى نضرب كشري ناخد الخازوق اللي خده المعلم تيتي ده مش خد خازوق عادي انا اخيرا خلصت من البضاعه يا رمزي فاضل بس اخلص بقى من البازار يا دولا بقى نخلص بقى من البازار او بص نتخلص منه عارف بجد يا رمزي انا نفسي اتخلص منك انت لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعت لي واحد يكون بيفهم اللي انا بقوله بقى كده دولا ده اذا كان انا بقى جاي لك النهارده بفكيره جهنميه بخصوص بيع البازار ده فكرت ايه بقى فكيك بص كويس يا دولا كشري ماله يعني المعلم زعزوع الاصابجي يا دولا ماله المعلم زعزوع اللي بناكل من عنده كشري يا دولا ايوه اخلص ماله اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دولا هتقول ولا نفخك ماله سمعته يا عم ان هو عايز يشتري المحل بتاعنا هو المحل بتاعنا بس يعني لكن ما دام عايز يشتريه وخدك انت كواسطه يعني ما عنديش مانع ان هو بتاعنا انت عرفت ازاي ايوه دول انا هقول لك انا بقى وانا بضرب الكشري الاصطباحيه بتاعتي بقى من عنده سمعته قال ايه بيقول للمعلم معلش ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه واحنا بقى دول مش قريبين بس ده احنا لازقانين مع بعض هو حر بقى ما دام هو اللي عايز كده يشرب يا معلم بس انا زعلان منك برضه يعني يا معلم زعزوع معقوله يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي ما انا خفت اقول لحد على الموضوع ده يقولوا جاي كوش على الشارع كله وانا ما بحبش ازعل حد مني عموما الاكبر مني ومنك هيجي يكوش على الشارع من اوله لاخره تقصد ايه يعني اقصد يعني ان ما دايم الا وجه الله ونعم بالله بص يا استاذ عادل انا قلبي انفتح لك قوي بيني وبينك كار الكشري ده مش بتاعي ده كار ابويا وجدي وجد جدي وهم اللي اجبروني اشتغل الشغلانه دي ما هو برضه يعني يا معلم زعزوع طاعه الوالد والجد وجد الجد واجبه يعني مظبوط لكن دي مش غيتي
أنا غايتي أكبر من كده بكتير. أنا طموحي ملوش حد. يا سلام، وإيه طموحك في محل كشري؟ يعني هتقلل الرز وتزود العدس؟ لا، أنا غايتي في القصب. معلش، أنا حاسس إن القصب لو اتحط على الكشري هيعجن يعني. لا مش عليه، أنا هفتح محل عصير قصب وفواكه، وبكده نبقى ترجينا خطوة لقدام. وين رايح الزبون؟ طب هو الزبون عدم المؤاخذة يعني تعبان في إيه؟ هقول لك، بيني وبينك الشطة عندي شديدة قوي ووعرة. أهو الزبون ياكل من هنا ويحب يهدي المسائل، يروح يشرب كوباية قصب، وبكده نبقى رايحنا الزبون. يا سلام عليك وعلى أفكارك. عموماً بص بقى يا معلم، أنا المحل بتاعي قد المحل بتاعك بالظبط. شوف كده بما يرضي الله هتدفع لي قد إيه. بما يرضي الله حدي لك 100,000 جنيه، 50,000 دلوق و50 بعد شهر، ونمضي العقد. نمضي العقد بعد شهر؟ لا مش هينفع. طب ايه رأيك تدفع لي 70,000 جنيه بس دلوقتي، ومش عايز اي حاجة تانية بعد الشهر، ونمضي العقد على طول دلوقتي؟ امرك عجيب يا استاذ عادل، انا اول مرة اشوف واحد يفاصل اللي تحت. ما هي المشكلة في اللي تحت. سلام، اخيرا خلصت من البازار وخلصت من البضاعه، مش فاضل غيرك يا رمز. عايز اخلص منك. دول يا حبيبي، يعني انا شايف كده بقى ان انت معاك فلوس كتير قوي. ها، انا عايز حاجه صغيره يعني نسبه كده 80%. 80% نسبه يا ابني؟ انا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطيتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم. اخلص منك، سافر بقى يا رمز. حمدي، ازيك يا حمدي؟ عادل، ازيك يا عادل؟ وحشني. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. والله بجد يا حمدي انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني انت عملت فيا جميل العمر كله بجد. كنت هروح في ابو نكله يا معلم. لا ما خلاص، لا في ابو نكله ولا ابو فجله خلاص. قصدك ايه؟ قصدي يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك، شارع الترولي ده، طلع كده كنز وضيق من الجنب، فحولت على الشارع اللي بعديه اوسع شويه، الشارع اللي وراك على طول، واجيب بقى حفارات واحفر براحتي. يا عم انت عايز تحفر وخلاص؟ احفر يا عم احفر، وعلى ضمانتي انا لو اي حد كلمك صدرنا انا. ما ينفعش، اصحاب المحلات هيزعلوا، عشان كده غيرت المسار. غيرت المسار؟ خلاص يا دولة ما تزعلش نفسك يا عم، هم من اللي خسرانين يا دولة. يعني هم هيلاقوا يعني بازار احلى من البازار بتاعنا فين عشان يقعدوا يحفروا فيه. بس يا غبي يا غبي، انا كده اتخرب بيتي، هعمل ايه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت البضاعه ازاي؟ اتخرب بيتي. اتخرب، ابعد عني، ابعد، سافر يا رمزي، اطلع على سويسرا، اهرب من سويسرا يا عم، مش معنى انت. يلا يلا اطلع برا، اتكل على الله، اطلع برا، مش عايز اعرفك، مش عايز اعرفك. انا فعلا ندمان على المدرسه اللي انت كنت معايا فيها. اتخرب بيتي. ضيعت نفسك بنصحتك يا ابو العريف. بص يا سناء، مش ناقصاكي والنبي، ما حدش يقطمني، انا مش ناقص تقطيم يا جماعه. طب بص يا بيبي، ايه رايك ترجع لهم فلوسهم وتاخد البازار والبضاعه؟ ايوه الحكايه مش بالسهوله دي يا اخوانا. وبعدين هقول لهم ايه؟ هقول لهم امي خفت يعني. ايه ده، هو انت قلت لهم امك عيانه عشان تبيع؟ خص عليك، انت مش ابني، انت ابن الشوارع. يا ماما المساله مش كده يعني، انا بس كنت بقول لهم كده يعني، كده وكده يعني. ابي عادل، على فكره بقى انت غلطت. يا سلام على المعلومه، انت غلطت، ما انا عارف ان انا اتزفت وغلطت. طب بص يا عادل، انت تشتري بازار في مكان تاني. يا رانيا يا حبيبتي، المساله مش بالسهوله دي. البازار بتاعي اصلا الله يرحمه يعني، ده كان في شارع مميز جدا مليان حركه. ابتدي من الصفر يا عادل. قصدك ابتدي من تحت الصفر يا ماما. بص يا عادل، انت تروح للمعلمين دول وتكلمهم بمنتهى الصراحه، يمكن تصعب عليهم فيرجعوا لك اللي هم خدوه. ماشي يا ماما، انا ممكن اتكلم معاهم، بس ما ينفعش اتكلم معاهم بصراحه يعني، لان صراحه لو اتكلمت معاهم بصراحه ممكن يشنقوني. سامحوني يا معلمين، انا يعني صراحه كنت انسان اناني ووضيع. والحاجه جديده زي ايه حضرتك؟ زربان يعني، واطي، خسيس، دني، لوكل. حاضر حضرتك، انا انسان واطي وخسيس ودني ولوكل، وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. من الاخر عايز ايه بقى؟ كنت عايز ارجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده، وكنت ارجع البضاعه اللي حضرتك خدتها يعني. المحل خلاص باح، جبنا القصب وناقص المكنه، نعصر ونبيع.
طب يعني انتوا هتعصروا وتبيعوا؟ يعني انا هعمل ايه حضراتكم؟ يعني ده حتى الفلوس اللي انا خدتها منكم رحت حطيتها عربون عند راجل نصاب خد الفلوس دي وكان بيبيع كروت بتاع الشحن وخد الفلوس كلها وطلع على بره حضرتك. طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعه كنت هتسد منين؟ يعني كنت ممكن اقسطهم لكم. اطلع بره يا قلق اطلع. حاضر يا معلم. حاضر. طب يا معلم والناس اللي مربوطين في رقبتي دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك ده انا عندي ست ستات غير الجزمه اللي بصرف عليها حضرتك اجيب لهم فلوس منين حضرتك؟ صعبت عليا يا قلق. ربنا يخليك يا معلم ربنا يخليك والله يا معلم هقعد ادعي لكل كلكو لا ادعي لكل كلكو. خلاص خلاص هشغلك معايا في المحل. هتشغلني يا معلم؟ تقشر القصب وتعصر. اقشر واعصر؟ حاضر يا معلم اقشره لكو واعصره هولو. يلا. جيب لي تري جونتي لي تري مينيو يا نمو زازا. دخلت برضو؟ ماشي ماشي. الله عادل انت مش عوايدينك انك تيجي بدري كده وكمان جايب رمزي معاك؟ والله انا قلت يعني اكافئه ويجي يتغدى معانا النهارده في البيت لانه صراحه ما كسرش غير تمثالين بس وبدل ما يقعد في البازار ويقعد ياكل في التماثيل بيفتكرهم عروسه حلاوه. ربنا يخليك يا دوله يا رب. وبعدين يا دوله ما انت بحبح المهيه بتاعتي شويه يا عم. هدوله صفت كميله كميله ده بيبي زقلنا خالص. ايه ده؟ دي حاجه صحي؟ ايه ده؟ ده كلب عادي كلب. ايوه ما انا عارف انه كلب وانا قلت ان هو قطه. ايه اللي جابه هنا ده يا حبيبي؟ ده سوني. سوني يا عادل. سوني عاشت الاسامي يا سي سوني وانا عادل. يعني ايه اللي جابه بقى؟ الله يا دوله دوله هو الكلب ده وان بحقه حقيقي ولا بلاستيك؟ بلاستيك ده كلب بوليسي. يلا ايه ده انا معيش بطاقه دوله. لا ما تقلقش انت بالذات ما تقلقش من اي حاجه خالص لان هو بالنسبه لك يعتبر زميلا. عايز افهم الكلب ده ايه اللي جابه هنا يا هانا؟ بص يا بيبي اهدى بس كده انا هفهمك كل الحكايه عشان انا عارفه كويس قوي ان انت متخصص في الاحاديث والاقاويل والمشكلات والحواديت. بص بقى انا وانا قاعده عند الكوافير قابلت يا مامي صاحبتي باكينام انت عارفاها طبعا يا حبيبتي كده الفظيعه دي اللي هي اللي دي دي بقى كانت عايزه ايه تسافر عند بنت خالتها مالطا تقعد هناك شويه كتير جدا. شعائيل دي لسه راجعه من اسطنبول. ايوه مامي انت فاكره انها زينا قاعده طول النهار كده في البيت؟ لا دي رايحه جايه سفر طيارات وبتاع. المهم يعني اختصارا للقول انها كانت مش عارفه هتحط الكلب فين لحد ما ترجع من السفر. فعرضت عليكي بقى ان انت تخلي الكلب بتاعها عندك يعني. عمري استحاله ده يحصل. انت بتهرج ولا ايه يا عادل؟ امال ايه اللي حصل يعني؟ انا اللي عرضت عليها انها تخلي الكلب عندنا هنا. برافو عليكي يا رورو. يا بوزا بوزا انا نقامير غير تسرقه. ماما انا عايزه العب مع الكلب. وانا دول عايز اخد الكلب ده واربطه واجري بيه في الشارع يا دوله والنبي. بقول لك ايه رانيا؟ بس يلا انت وهي رانيا الكلب ده مش هيقعد هنا في البيت وانا ناقص كلاب وانا هصرف عليك ولا على الكلب لو سمحتوا. الكلب ده خديه سربيه. لو سمحت ما تجرحوش ده ابن عيله متأصل ومن اصول عريقه. من اصول عريقه ايه يعني؟ جده لكي باشا؟ انت بتهرج يا عادل ولا انت مش عارف ده اصوله عامله ازاي؟ ده اصوله انجليزيه فرنسويه ايطاليه. انا ماليش دعوه بالاتحاد الاوروبي اللي جاي منه الاستاذ الكلب ده. اهم حاجه ما يعديش انا بقى حدودي الاقليميه في البيت. اقص عليك يا عادل. لا اقص عليك اقص عليك يا عادل حرام عليك. انت ايه ما سمعتش عن جمعيه الرفق بالحيوان؟ ازاي ما سمعتش؟ امال الحيوان ده اللي انا برعاه بقالي 5 مواسم لغايه دلوقتي اعمل فيه ايه؟ رمزي زفت ده. ربنا يخليك يا دوله يا رب. وبعدين يا عادل حرام عليك انا ما اقدرش انزل الكلب ده في الشارع لحسن انا خايفه عليه يتشرد ومستقبله يضيع ويبقى كده مدمن ومن كلاب الشوارع. كلاب يعني هيعمل ايه يعني؟ هيشم كله ولا يسرق عظمه من الجزار ولا يسطح فوق القطر يعني؟ ايه اللي انت بتتكلم عنه يا ابني؟ ده بياكل كل يوم شركسيه. شركسيه؟ بلاش اوفر بقى. شركسيه ايه يا ماما؟ ده اساسا عمره ما داق اللحمه ولا عدت من قدام مناخيره. خلاص يا عادل خلاص بقى. واضح ان انا مضطره استغنى عن ال 100 جنيه اللي كانت هتطلع لي من الكلب كل يوم. 100 جنيه؟ اصل انا ما قلتلكيش يا مامي صاحبته ادتني 1000 جنيه على اساس ان انا اصرف على الكلب كل يوم 100 جنيه بس انا طبعا بنظرتي المصروفيه اللي هي المحافظه قلت ان انا هصرف عليه 50 جنيه بس وال 50 جنيه هسيبها لمصروفاتي الشخصيه. رانيا لمصروفات البيت يا مامي.
انت عارفه زمان كان نفسي يبقى عندي كلب، بس كان عندنا بيت صغير يعني، بس انا بحب الكلاب قوي، والنوع ده كمان اللي هو النوع الكلب الابيض، والكلب الابيض ينفع في اليوم الاسود. ايه ده، انت جايبه الكلب هنا؟ هو ايه يعني، ما كفاكيش طول اليوم ان هو يبقى معاكي يعني جايبهولي؟ شوفي لو سمحتي، شوفي هينام فين. هنا. هينام هنا فين؟ في وسطينا يا بيبي. في وسطينا؟ ده اذا كانت ياسمين بنتنا عمرها ما نامت في وسطينا، هتنيمي كلب في وسطينا؟ بس عليك يا عادل، ده سوني 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 سوني. ايه سوني 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 سوني؟ إيه ابن اختك يعني؟ لا طبعا مش ابن اختي. اه طبعا، عشان اختك لسه ما خلفتش. بيبي ما تهزرش يا عادل. لا انا بتكلم بجد، الكلب ازاي هينام في وسطينا ازاي يعني؟ معقوله يعني يا رانيا؟ يا عادل يا حبيبي، انا وعدت صاحبته ان انا احسسه بالحنان والحب والامان والامن. اه الامان والامن ده ممكن يحسهم في اي حته لعلمك، لو نام في البلكونه هيتسلى جامد، عنده النجوم يقعد بقى يتفرج عليها براحته. او اقول لك ممكن ننيمه في الصنداره، عنده فران بالهبل هيقعد يلعب معاهم وهو قد الفار اساسا. ما اقدرش يا عادل، ما اقدرش ما اقدرش يا حبيبي، ده امانه 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 أمانة عليكي، أنا عايز أنام كده يا عادل. أوكي طالما أنت عايز كده بقى ومصر وملح بقى، رجع الفلوس اللي خدتها في مقابل إنك ترعاه ذلك المسكين الحيوان. لا ده الحيوان ده لطيف جدا، ده أنا بحبه جدا يا سوني 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 سوني. يلا اشرب يا جوجو، اشرب. ابلع بقى ابلع أهو. ايه بس الجمل دول عشان الدنيا حر. بتسقي الجمل؟ يخرب بيتك، مش كفايه التماثيل اللي بتبوظها، كمان بتبوظ الجمال. يا ابني الجمل ده سفينه الصحراء يعني، ما بيشربش ميه خالص. ايه ده دولا، ايه ده الكلب ده؟ دولا هو الكلب ده اللي انا شفته عندك امبارح في البيت؟ اه يا سيدي، هو رانيا اصرت ان انا اقعده عندنا اسبوع فجبته بقى. شخصيتك الضعيفة دايما موجودة في كل حتة. يا دولا يا دولا، رانيا تقول لك حاجة تقوم راضي كده هون بالأمر الرابع على طول. الأمر الرابع؟ طب إيه هو الأمر الثالث؟ أنت أي هيصة جاي فيها وخلاص. المهم يا سيدي، عايزين ندور على مكان بقى الكلب ده يقعد فيه هنا في البازار. لا يا دولا، بص يا عم، احنا الأرفف عندنا كلها زحمة يا عم، والدنيا حر والتماثيل مش طايقة بعض أصلا. وأنت فكرك إن أنا هحط الكلب ده على الأرفف يا غبي؟ يا غبي، عايزين نعلقه في حتة يعني. إيه رأيك يا دولا احنا نعلقه هنا ومطرح الطبلة دي؟ اشنقه بقى مكان الطبلة؟ لا 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 لا، بص أقول لك حاجة، خليه على المكتب زي ما هو قاعدة. ألا أقول لي يا دولا، يعني وأنت ناوي يعني فعلا تخلي الكلب ده هنا عندنا في البازار؟ خليه في البازار، ايه المشكله؟ دولا مش انت امبارح قلت لي ان الكلب دون يعني بوليسي؟ طبعا بوليسي، بس هو انت عارف بوليسي متنكر يعني، عامل نفسه كلب صغير زي ما تقول كده، ايه كلب بوليسي سري. طب يا دولا بقى خليه بقى يعني وصيه عليا، علشان انا لسه ما طلعتش بطاقه. لا هخليه ياخد باله منك، بس اهم حاجه انت كمان تاخد بالك منه، شوفه محتاج ايه يعني، نفذ له اوامره. انا يا دولا تمام يا فندم تمام. دولا هو هيعمل ايه بقى هنا بالظبط؟ هنا يا سيدي هيقوم بالحراسة طبعا في البازار عادي جدا، يعني انت هتحرس البازار طول الليل وهو يحرس البازار طول النهار. ايه ده ايه ده ايه ده، اشمعنى يعني انا اللي احرس البازار بالليل؟ لان هو كلب صغير يا ابني، ده ينفعش يحرس بالليل يا ابني، ده هو نايم بالنهار اساسا، ده احنا هنصحيه بالليل بالعافية. فهمتك فهمتك، دولا باين عليك ده هو مقتنع بالكلب. ولا رمز، انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي ولا ايه؟ انت سمعتني؟ يخرب بيتك. ما بص بقى دولا، بصراحه يعني انا الكلب دون جاي بقى كده وانا على قطع عيش يا عم. يا عم قطع عيشك ايه بس يا رمز، واي كلام بتقوله يا ده يا رمز، انت غالي عندي، انت بمية كلب يالا. ربنا يخليك ليه يا دولا يا رب. هاو هاو كده، هاو 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 هاو. والنبي انا نفسي افهم يا عادل، انت عملت ايه في الكلب ده؟ هكون عملت له ايه يعني؟ بالعكس ده بياكل 3 وجبات في اليوم، الواد رمزي ما باكلهمش يعني. لا ما هو فعلا واضح ان انت مهتم بيه وبتاكله. حرام عليك يا مفتري، ده عنده انطواء نفسي سايكولوجي وحالته النفسيه متدهوره، ده مكتئب. جرى يا ست انت يعني، عايزاه يعمل ايه؟ يسيب شغله ويقعد يداد الكلب بتاعك؟ ده حاجه غريبه والله، الكلام اللي انت بتقوليه ده. يا ماما اعمل ايه للكلب مش راضي ياكل؟ انا قلت من الاول موده مش مظبوط. موده مش مظبوط اعمل له ايه يعني؟ وبعدين لعلمك بقى رمزي يعني متولي كل حاجه، بياكله بيشربه بيحميه وكل حاجه. لا انا مش
صدقاكي قوي، ما هو واضح ان هو واخد باله منه وبياكله، ده مش بعيد يكون بياكل اكله. حرام عليك، انا مش عارفه بيكي لما هترجع من السفر وتشوف الكلب بالحاله المزريه دي هتقول علينا عملنا ايه. عملنا ايه يعني؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا مش فاهم يعني. كفايه قوي ان انا مهتم بيه وباكله وبشربه، كفايه منظري بس قدام المعلمين بتوع البازارات وانا داخل خارج معايا كلب صغير كده معمول له فيونكه حمراء شكلي وحش. لا والله قد الكلام اللي بتقوله ده. اوكي يا عادل، اوكي اعتبر الاتفاق انتهى. هات ايدك بقى على الفلوس اللي انت خدتها قبل كده واعتبر ان الالف جنيه دي خلاص بح بح. يا راني يا راني، ايه هنقعد في بعض ولا ايه؟ والله بقى انت اللي بدات النباح يا استاذ عادل، اشرب بقى. ازيك يا حته؟ صباح عم رمزي. الحمد لله. ازيك يا دول؟ ايه اللي جابك هنا يا ده رمزي؟ يا دوله زهقت يا عم من قعده بقى البازار، فقلت بقى اجي اقعد في القهوه شويه. ولا يعني الكلب ده وان احسن مني يعني؟ هتزق الكلب ولا ايه؟ انت بتغير منه ولا ايه يا ده رمزي؟ بس يا دوله يعني الكلب ده وان مش احسن مني في حاجه يعني؟ طب ما انا بحرس البازار زيه بالظبط يا دوله. لا مش زيه بالظبط، هو بيحرس البازار بس انت بتحرس البازار وبتكسر التماثيل. ايوه بكسرها عشان بفك النحسه، هي ما بتبقاش عايزه تتباع. انا مش فاهم انت جاي تهبب ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ ولا حته. امورنا يا معلم رمزي. لو سمحت عايز كوبايه شاي تاني يعني على حساب دول يا حبيبي. انا ايه؟ ولا ما انت لسه شارب الشاي بتاعي. اديك قلت اهو بتاعي، يعني انا لسه ما طلبتش حاجه. يا سلام. اتفضل يا باشا. شكرا يا حته. هات يا حته. ايه ده ايه ده ايه ده، انت هتاخد الشاي بتاعي؟ بتاعك ايه يالا؟ الشاي ده بتاعي انا يالا. بس بس مش عايز اي دوشه. لا مؤاخذه يا باشا، البس صغير ده بقى مش هنجيب له بقى يعني كراويه حلبه ينسون شويه عصير عظم. ولو باشا بيشتغل بالحجاره ده ولا مش بالاكل ولا ايه؟ يا ظريف، ده كلب زميلك ده. ايه ده دوله، ده كلب زميلك ولا كلب بوليسي؟ بص ده اصلا كان قطه واخد بالك، بس عمل عمليه تجميل لانه كان رافض الجنس بتاعه ده، فبقى دلوقتي كلب يعني ما شاء الله. يا اتريني يا دوله، كل ما اضربه يقعد يناونو. امال ايه بيناونو ده؟ وبعدين انت لابس اللبس بتاعه اللي عليه رسم الكلاب ولا ايه؟ لا دوله ده اللبس بتاعي دوله. ياه باين عليك بتحب الكلب ده يا استاذ عادل. اه طبعا لازم احبه يعني، ده برضو روح يعني. طب يا باشا طالما يعني غالي عندك قوي كده ما تعالجه. اعالجه ازاي يعني؟ اعالجه فين؟ اوديه لدكتور نفساني؟ اوديه للدكتور مجد الديل. ايه مجد الديل ده؟ يعني مدام ديل يبقى اكيد بيعالج حيوانات يعني؟ لا ده حكايته حكايه يا باشا. مجد الديل ده هو صغير عضه كلب فراح المستشفى قعد 15 سنه هناك، فبقى تخصص تعليج الكلاب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ما انا وانا صغير ادول عضني كلب عادي يعني. اكيد طبعا الكلب خد 21 حقنه. ايه ده دول انت شرفك يا ابني؟ ما انا عارف، ما دي امراض بتتنقل للكلاب. المهم معاك العنوان بتاع الدكتور ده؟ اه طبعا يا باشا معايا. طيب حلوة. ايه 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 هتعمل ايه؟ هتدلق الماء على الكلب؟ لا بس كانت هتقع. كانت هتقع. ادخل. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، احب اعرفك بنفسي، انا الدكتور مجدي الديل، اخصائي في علاج الكلاب اللولو والجرفون، ماجستير في علاج كلاب الصيد، دكتوراه في علاج كلاب الحراسة، وزميل كلية الكلب البوليسي، وعضو الجمعية الدولية لكلب البحر. اكيد بقى موضوع كلب البحر ده حضرتك ما بتصيف يعني، ما بتضيعش وقت تعالج كلب البحر برضو يعني. حضرتك تقدر تعتبرني ملزمة، ملزمة في علاج كل انواع الكلاب الاليفة. يا سلام. طيب حضرتك يعني احنا عندنا مشكله في الكلب بتاعنا ان شاء الله. معاك روشيتا؟ اه اتفضل هي حضرتك. اه كشف باسم الكلب سوني. خير، بيشتكي من ايه ده؟ لا يا دكتور مش ده اللي عيان حضرتك. وايه شرفك انت؟ انت دكتور؟ ده عيان وحالته متاخره كمان. ايوه حضرتك انا واثق ان حالته متاخره، بس ده ان شاء الله هيحتاج علاج طويل او حالته ميؤوس منها خالص، لكن اللي معايا ده هو اللي حالته ممكن يبقى فيها امل اهو. اتفرج حضرتك. ياه ده حالته صعبه خالص. طمنا يا دكتور، عنده ايه بالظبط حضرتك؟ للاسف الكلب عنده كرومبولي على المخ، واحتمال نعمل له عمليه نقل مخ. نقل مخ؟ لا بقول لك ايه يا دوله بقى، ما تقعدش تبص لي يا عم، انا مخي بقى مش هيتنقل لحته تانية يا دوله، انا مش ناقص. وبعدين يا دوله انا سمعت ان نقل الاعضاء حرام. لا يلا، نقل الاعضاء لما بيكونوا في نادي ولا حاجه هو ده اللي غلط، لكن نقل الاعضاء من حيوان لحيوان ده عادي يا ابني. طب بص يا دوله، ايه رايك ننقل مخ القطه دي للكلب ده؟
جبناه ساعتها يبقى كلب ما قطقط غلط غلط. لا يا دولا، ما ساعتها برضه هيبقى مخ الكلب ده في القطه دي يعني. ساعتها هتبقى قطه بنت كلب. لا لا ما ينفعش، انت مخك ناخده وننقله الكلب ونخلص بقى. طب وهيبقى ايه بقى ساعتها؟ هيبقى كلب مخه جزمه. ايه رايك؟ من الواضح ان الكلب تعرض لضغوط نفسيه شديده الشده اثرت على عقليته الباطنه، وطبعا اثرت على وظايفه الحيويه اللي بالتالي هي الكلاوي والكبده والمخ. يا سلام، كلاوي وكبده ومخ، جوعتنا والله يا دكتور. للاسف الكلب جاله شلل دماغي تام وفقد القدره على الهوهوه. اختصر يا دكتور ديل وقول ان هو مات يعني. لا لسه في امل، بس انا عايز اسالك سؤال. الكلب ده كان قاعد مع مين اليومين اللي فاتوا؟ اوف ايه اوف ايه، كان قاعد مع ده حضرتك يعني. انا عارف طبعا ان رمزي من سلاله تانية، بس ما كانش قدامي غير ان انا قاعد اتنين مع بعض. طب انت بقى دولة بقى ليه ما قلتش للدكتور ديل على الاطاد اللي انت بتتهدوني دول، ومدي اجر للكلب دون قد الاجر بتاعي؟ النفسانه ابتدت تظهر. عموما انت مشكلتك النفسيه دي هنعالجها بعدين، نبقى نقطع لك كشف ونجيبك للدكتور ديل. النهارده احنا في مشكله القلب. اقعد. الحل ايه يا دكتور؟ الحل ان الكلب ده اتعامل معامله سيئه ومش حاسس بالاضطهاد، وفي حد حطه في دماغه. انت هتفضل مقضيها هف هف ولا ايه؟ ما انا عارف مين اللي حطه في دماغه. نعمل ايه يعني يا دكتور؟ حياته تتغير. ايه هتنفض الكلب؟ انا ما كنتش اعرف ان انت غلاوي قوي كده. ده رمزي. ايوه دوله بقى، لان انت بتحب الكلب دون اكتر مني يا دوله بقى، لدرجه اني حسيت بالطفرته العنصريه. الطفرته العنصريه؟ ماشي يا رمزي، انت عملت ايه في الكلب بالظبط يا دولة؟ بص بقى دوله، انت كنت كده وان كنت بتديني 2 جنيه ونص اجيب لي انا وهو لانش ناكله انا وهو سوا. قلت عادي يعني. من يومين كده وان قلت لي لا يا رمزي، هات له هو بجنيه ونص وانت بجنيه يا رمزي، وكل واحد في ورقه لوحده. بتخونني. لا وفيها ايه دي يعني؟ معادي. لا يا دوله بقى مش عادي، انا بقى رديت لك الصاغ بقى صاغين بقى دوله. قمت انا جايب لي انا بجنيه ونص لانشون كلته كله لوحدي، وجايب له هو بجنيه واحد بس لانشون، واللي فاض منه كلته كمان. انا مش هقدر طبعا يا رمزي انزل لعقليتك، لكن اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ حرام عليك، جبت للكلب شلل في لسانه. بص بقى دوله بقى، انت ابن عمي وحبيبي وكل حاجه، بس بقى اللي اوله شرط اخره نور. يا انا يا الكلب ده في البازار. يا سلام الكلب، اتكل على الله. لا دول انا اسف يا دول، انا كنت بهزر يا دول، والله كنت بهزر. ما تقطعش عيش يا دول والنبي. ايوه كده اتعدل. عموما الكلب ده هعينه مدير عام للبازار، وانت هتبقى شغال عنده. الكلب ده بقى هز ديله يمين تروح يمين، هز ديله شمال تروح شمال. سامع؟ ماشي يا دول. طب افرض بقى الكلب ده فرح بقى وقعد يهز بقى ديله شمال ويمين، اعمل ايه؟ تفضل رايح شمال ويمين شمال ويمين لغايه اما تدوخه ونخلص منك. يا دول بقى هو بص ما بيتحركش اصلا. انت عملت فيه ايه؟ ما بيتحركش. بص انت بتعقده، بتعمله صوت قطه. ماشي اتكل على الله، روح هات له كوكتيل عشان يفوق كده. ايه طب وانا دول؟ وانت ايه؟ انت هتعمل دماغك بدماغ الكلب؟ اتكل على الله هات الكوكتيل. ماشي. معلش. كلب صباح الخير. اهلا ازيك يا خواجه؟ اتفضل. ايه ده، انت عندك نوع من الكلاب دي؟ لا بس الكلب ده مش بتاعي، ده واحده سايباه عندي لمده اسبوع، لكن لو عايز اي كلاب تانية عندي مثلا تماثيل كلاب فرعوني، وعندي برديات فيها رسومات كلاب فرعوني زي ما انت عايز. لا تمثال ايه؟ مش ممكن، ايه الصدفه دي؟ يا حضرتك موعد الكلب ده هنا في البازار ولا ايه؟ بص يا حبيبي، انت عارف ان انا عندي مزرعه من الكلاب، وعندي كلبه اسمها ريتا، وبدور لها العريس من سلالتها. بتدور لها على عريس على اساس اخطب لكلبتك وما تخطبش لكلبك يعني؟ والصدفه ان ريتا في مصر دلوقتي في شرم شيخ. ايوه جميل، اهلا وسهلا بيها يا سيدي، بس مش هينفع يعني حضرتك. ارجوك. لا حضرتك مش هينفع خالص بجد، الاصل دي مسؤوليه، ما ينفعش ان انا اجوزها من غير ما اهله يعرفوا يعني. هو يوم واحد هاخد الكلب اجوزه لريتا وارجعه لك تاني. اسف مش هينفع خالص، معلش يا خواجه. هديك 500 دولار ايجار يوم واحد. 500 دولار ايجار يوم واحد للكلب اتجوزه لريتا؟ حضرتك انا ممكن اشهد على العقد يعني. يا سلام،
ألف جنيه رعاية و500 دولار جواز. ده كده الكلب ده جاي من وراه مصلحة مية مية. حلوة قوي 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 يا دولة. الله عليك يا عم. بقولك يا دولة ما تنساش بقى أبو الرماميز ابن عمك، ها؟ عزمني بقى على كوكتيل فواكه البحر. كوكتيل فواكه البحر؟ أي زفارة جاي فيها أنت وخلاص. يا راني. إيه؟ إيه؟ باكي نام صاحبة الكلب جاية تاخده النهاردة؟ هو دلوقتي مش معادها بكرة؟ ماشي ماشي خلاص، أنا هجيب الكلب واجي. حاضر ماشي. سلام سلام. لازم أكلم خوليو بقى عشان يرجع الكلب ده، مصيبة سودة. لا يا دولة لا، اوعى تعمل كده يا دولة. لا يعني تعكلن على الكلب في يوم فرحه يا دولة يعني. طبعا صعبان عليك، ما هو جنس واحد طبعا. يا دولة ايه؟ لا لا بقول لك ايه، ما تفكرش في لا. لا لا لا، لف 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 يا دول. لف كده ديل صغير. ماشي لف كده. اعمل لي صوت كلب كده. لا انا مش مصدقه نفسي ان بعد الفتره دي هشوف البابي بتاعي. يا سلام، فعلا الضنا غالي فعلا. انتوا مش متصورين هو وحشني قد ايه. يا ترى شكل اللقاء هيكون ايه؟ يا سلام، ربنا يخليكوا لبعض وما يحرمكوش من بعض ابدا. بصي عادل، فين الكلب يا عادل؟ الكلب مفروض على وصول. انا مش فاهم ايه اللي اخر رمز الغبي ده. ايدك يا عادل، لو الكلب ما جاش دلوقتي مش هناخد بقيه فلوسنا. انا حاسه يا طن ان ممكن يغمى عليا لما اشوفه، لولا ان الفيزا بتاعته اتاخرت كان زمانه معايا هناك في مالطا. شوف الدنيا يا عيني. معلش حبيبتي معلش، بس انا بقى مبسوطه جدا من الفيس في النص بتاعك للكلب ده. ربنا يخليكوا لبعض. عادل الكلب فين؟ انا مرار تحت دفئه وهيجي لي النقطه. بابا هو الكلب لسه عيان؟ عيان؟ البوبي بتاعي عيان؟ لا انا كان قلبي حاسس. عملتوا ايه يا رانيا في الكلب بتاعي؟ لا لا لا، ما عملناش اي حاجه، كل خير ان شاء الله. ده هو عطس عطسه كده وقلنا له الف سلامه ليك، وادينا له بس فيتامين سي كده فبقى تمام الحمد لله. وعارفه صحته ردت وقعدته في البازار وبقى زي الفل، ما تقلقيش خالص. اهو اهو دولة حبيبي. دولة دولة فين الكلب؟ يالا جاية دولة اهو. ادخل ايها الكلب. ايه رأيك يا معلم؟ معلم ايه؟ يخرب بيتك اللي انت جايبه ده. انا قلت لك عايز كلب قد اللي كان عندنا، جايب لنا واحد قده 20 مرة الغبي. ايوه دولة، ما انا قلت بقى نقي واحد كبير بقى. هو في ايه؟ اوعى تقول الكلب بتاعي وصل. وصراحة وصل. ايه ده؟ هو شكله اتغير كده ليه؟ هو بقى ضخم ازاي؟ بصي حضرتك، عشان تبقي واثقة ان احنا اهتمينا جدا بالكلب بتاع حضرتك، فاحنا اكلناه كتير جدا زي ما انت شايفة، وشربناه كتير جدا، ولعلمك رمزي ده كان عنده اربع رجلين، بس هو كان رجلين منهم يعني، وقعدناه في الشمس فلونه بعد ما كان ابيض بقى اصفر فاسود وكده يعني. انا مش عارفة اقول لكم ايه، انا متشكرة قوي. ودول 200 جنيه زيادة. معقولة؟ معقولة؟ تفضلي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. البت دي هبلة دي، مش عارفة الفرق ما بين الكلب اللي قد كده والقد كده. يا فعلا صدق اللي قال ان النوم سلطان. ده مش بس سلطان، ده ابو السلاطين كمان. انت عارف يا عادل، النوم من الناحيه البيولوجيه مهم جدا للانسان، والعلماء كلهم اثبتوا ان انت عارفه ان انا فعلا يعني ميت من التعب ونفسي انام بجد يا رانيا. تصدق ان انا غلطانه ان انا حبيت اضيف لك معلومه مش عندك اصلا؟ والله ما تستاهل. ولعلمك انا اصحابي كلهم معتمدين عليا في امورهم الحياتيه وما بيعملوش حاجه غير لما بياخدوا رايي. عشان كده حياتهم كلها متهببه ومتلخبطه. مش مصدقني يا عادل؟ طب ارفع سماعه التليفون واسالهم يا عادل. من غير ما اسال، وبعدين ببساطه خالص يعني، انت عايزه تفهميني ان انت عندك اصحاب؟ ده انا ساعات بحس بجد يا رانيا ان انت مقطوعه من شجره. يا سلام، حوش الراجل حوش واصحابك. عايزين نبقى نعمل لك فهرس باسماء اصحابك. ليه وانا مصاحب كل
الكتب، وبعدين الاصحاب مش بالعدد يا ماما ولكن بالنوعيه. انت عايزه تجيبي اصحابك اللي مالهمش لازمه دول لاصحابي؟ تقصد انت بتغلط فيا يا عادل ولا ايه؟ انا ما بغلطش فيك. عموما العلاقه بين اي راجل وراجل غير العلاقه بين ست وست، الموضوع مختلف تماما. قصدك ايه برضو مش فاهمه؟ يعني العلاقه بين اي راجل وراجل بتبقى مبنيه على ايه؟ على الرجوله والشهامه والجدعنه والمرجله. يا حرام، واحنا العلاقه بينا بتبقى مبنيه على الطوب والزلط والعبط. انا ما بقولش كده، لكن بقول مثلا العلاقه بين اي ست وست بتبقى مبنيه على الرغي واللت والعجن واي كلام بتقعدوا تتكلموا طول الوقت ما بتسكتوش. يلا ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده سفه اللي انت بتقوله ده. تقصد تقول ان انا رغايه؟ انا عمري ما رغيت اصلا. هو انا يعني ديك النهار لما جيت كلمتك على موضوع ماما والمشاكل اللي بينها وبين سناء، ده معنى انا برغي؟ قال انا برغي؟ قال انا رغايه؟ انا عمري ما كنت رغايه. انا اساسا بحاول احل كل المشاكل اللي بينها. يا ده رمزي، مالك ماسك دماغك ليه؟ وهتكون بتفكر مثلا ان انت تدور على مخك، مش هتلاقيه. لا يا دولا، اصل انا حاسس بصداع جامد قوي. ما لاقيش حاجه معاك للمغص؟ صداع ولا مغص ولا كوكتيل مع بعضه؟ لا اصل انا مش عارف يا دولا، يعني لما بحس بصداع يعني رجلي بتوجعني، مش عارف ليه. لان انت يا ابني مش زينا، يعني احنا بني ادمين، انت مخلوق مختلف يعني، فاكيد طبعا مخك مش في دماغك، مخك في رجليك. فعشان كده لو انت تمشيت بقى ورحت على القهوه جبت لي كوبايه شاي، هتلاقي الصداع ضرع على طول. ماشي يا دولا. يا الحمد لله الصداع راح. بقيت الصداع نصف ولا ايه؟ يلا نروح هات الشاي. عادل، عادل سعيد صاحبي وحبيبي. عطيه البنداري. يا الدنيا صغيره يا ناس. يا نهار ابيض، ازيك؟ وحشني قوي قوي قوي. والله انت وحشني قوي. اهلا بيك. ازيك يا عم عطيه؟ مبسوط اني شفتك. الله يخليك يا عدو. الله يخليك. اعرفك عفاف مرتي، حسن ولدي، شنطتي. اتفضلوا اتفضلوا، هات كرسي هذا يا رب. اتفضلوا اتفضلوا، اهلا وسهلا. منور والله، منور. الله يخليك، ده نورك يا عدول. يا انت فين يا عم؟ فينك من زمان؟ راجل انت بتسال يعني خبر ايه؟ ما انت عارف يعني عطيه، الدنيا مشاغل وتلاهي. الدنيا صح، مشاغل وتلاهي، والحاله بقت غلو. مين الاخ ده؟ الاستاذ ده مين ده؟ لا ده مش استاذ ولا حاجه، ده الواد رمزي يعني، شغال معايا في البازار وابن عمي. واد عمك؟ يا مرحبا يا مرحبا، احب اعرفك بنفسي، عطيه البنداري، طبيب بيطري. والله طب ما دي فرصه يا عطيه. الحمد لله. دول بقى اقول له على الصداع؟ اقول له على الصداع؟ انا هقول له، هو بيرفض اصلا. طول عمره دمك خفيف يا عادل. ربنا يخليك. اهلا وسهلا، منور. ويعني ايه الصدفه السعيده دي؟ والله انا اللي اسعد. شوف اقول لك على حاجه، هتشوفني يومين ورا بعض. يوم يومين؟ اشمعنى يعني؟ انا اصلي كنت مسافر، قوم معاد اخلاع الطياره اتاخر يومين، قلت ما تعودش سوهاج وترجع بعد يومين، ادور على واحد صاحبي وحبيبي اقعد عندي اليومين دول. قوم قعدت ادور ولفلف لفلف لفلف، نطيت قدامي جيت لك على طول. انت متاكد ان انت دورت ولفلفت كويس يعني؟ يا راجل عيب. دورت ولفلفت ما لقيتش غيرك انت. ده الدنيا صغيره قوي. ايوه هي صراحه الدنيا صغيره، بس الشقه اصغر يعني. بقول حاجه؟ لا ما بقولش، بقول اهلا وسهلا يعني، ان شاء الله كل حاجه ليها حل. ومنور واهلا بيكوا. هات اي حاجه يا ابني، عصير، توت، تفاح، بلح، اي حاجه. ايش تقول؟ اتفضل. ايه ده؟ التوت. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. الدكتور عطيه البنداري ده كان زميلي، كان زميلي في الدراسه، وهو من اهل الصعيد يعني، ومنورنا هنا في مصر طبعا. والمدام، مدام عفاف دي زوجته، وحسن ابنه، ودي الشنطه بتاعته. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بيكم، يا مرحبا. اهلا وسهلا باهل الصعيد، زارنا النبي والله. صلاة السلام. وأعرفك بقى بعيلتي، دي رانيا مراتي، ودي حماتي، ودي ياسمين بنتي، ودي ماما، ودي سناء أختي. والله العظيم ثلاثة ومليكوا علي يمين، كني قاعد وسط عيلتي في زهاج. طبعا طبعا، منورنا والله. يعني هو دكتور عطية يعني كان مفروض مسافر يعني، بس حصل مشكلة معاه في شركة الطيران، فإن شاء الله هيقعد معانا يومين هنا هو في البيت بتاعنا يعني. وإحنا طبعا كلنا مرحبين، ويعني أهلا وسهلا بيه طبعا ولا إيه؟ طبعا طبعا، أهلا أهلا. هو نعم الصداقة. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا ما هي دي الصداقة ودي الصحوبية، وهما دول الأصحاب يا عادل، مش كده يا حبيبي؟ والله والله يا جماعة، أنا قلت
قالت العطية من الأول ننزل في فندق، قال لي لو عرف أستاذ عادل هيزعل قوي 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 قوي. آه طبعا لا هزعل، يعني هو أصلا عارف عطية من زمان بيقعد يتهيأ له حاجات ما بتحصلش، هزعل يعني طبعا. والدكتور إن شاء الله قاعد معانا قد إيه؟ يومين. يومين والله كان نفسي اقعد معاكم اكتر من كده، لكن غصب عني. وليه ليه ما تقعد معانا اكتر من يومين؟ ما التذكرة ممكن انك تغيرها، ما هي الدنيا فسحه مش كده ولا ايه؟ كل حضرتك سايق عليك يا سيد عبد الرحيم القراوي، ما تضغطيش عليا تكبر في دماغي. خلاص يا حماتي ما تضغطيش عليا يا حماتي. وبعدين ما تضغطوش علي، يعني اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، يا اهلا بيكم. اتصدقوا انا حاسس اني قاعد في بيتي، ما هو البيت بيتي. اه طبعا. يا جماعه انا عايز بس افهمكم حاجه مهمه جدا، ان الموضوع اللي حصل ده ما كانش بمزاجي، يعني كان غصب عني زي ما انتم شايفين، وانا دبست في الموضوع ده. وبعدين يعني هما كلهم يومين ويتكل على الله يروح. ماشي يا عادل ماشي، الراجل اللي هيجي يقعد يومين دول هيقعد فين؟ هننصب له خيمه في الصاله؟ لا اغصى عليك يا سناء، ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ لا طبعا، احنا كده يا حبيبتي نلم بعدنا بربطه المعلم ونروح نقعد في اي اوتيل، وهو يفضل يبرطع في الشقه زي ما عايز عشان يبقى قاعد مرتاح. يا جماعه بس يعني انا مش عايز طول الوقت لت وعجن، وده اللي انا باخده منكم، مفيش اي حاجه مفيده. انا بقول لكم يا اخوانا هم يومين بس، فكروا معايا هيبات فيه. جامي ها ما تبصليش جاميين ها، علشان الاوضه دي كلكم تبعدوا عنها، مش هيبات هنا خالص. يعني اوضتك هي اللي ما تنفعش، اوضتنا هي اللي تنفع. حب لاخيك ما تحبون نفسك يا اخي. هي مشكله يا عادل، بس الراجل ده هيبات فين وعلى حساب مين فينا؟ انا عندي الحل يا ماما. قول خلصنا، احنا قاعدين بقالنا ساعة. انا بفكر يعني رانيا. ها ها استني بس يا رانيا، يا رانيا استني، انت لو بقيتي اهو مع ماما في الأوضة، في الحالة دي احنا هنسيب له الأوضة وانا مستعد انام في الصالة، ايه رأيكم؟ لا والله، ومين بقى حضرتك اللي اوحلك بالمهامات والإيهامات في دماغك والخيالات دي ان انا اساسا هسيب اوضتي واطلع بره؟ ها يا رانيا اخلي بالك ان هو صاحبي يعني، وبعدين لعلمك بقى انا اكتر واحد متضرر، ده انا اللي هنام في الصالة. وانا ذنبي ايه؟ هو صاحبي ولا صاحبك؟ اتحمل صاحبك يا حبيبي. يا سلام، يعني لو كانت صاحبتك وقعت في نفس المشكله دي والطياره بتاعتها اتاخرت يومين، مش كنت هتبيتيها هنا وانا كنت هستحمل برضو يعني؟ دلوقتي بس صحابي بقوا مقد المقام. طبعا صحابك طول عمرهم قد المقام، مين قال غير كده؟ خلاص بقى يا رانيا، ده جوزك برضو وده صاحبه، انت تيجي تقعدي معايا هنا وهم يومين هيعدوا، مش كده ولا ايه؟ اهلا 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 وسهلا، منورنا والله يا دكتور عطيه. انت والمدام طبعا منورانا. ازيك يا حسن عامل ايه؟ ما تتخيلش مدى سعاده البيت بيك كامل، كلهم عمالين بيقولوا ايه ده صاحبك ده منورنا جامد يعني وكده، وعمال اقول لهم يا جماعه يعني ما بلاش مبالغه يعني في الترحيب، قالوا لا ده حقه طبعا يعني. والله العظيم ثلاثه المدام وحسن نفس الاحساس عنديهم، يقولوا لي يا عطيه ده كننا عندينا هناك في سوهاج بالضبط، ده كننا في بيتنا. يا سلام، والله القلوب عند بعضها يعني. وبص انا عايزك فعلا تحس ان انت في بيتك، يعني مثلا لو في اكل معين بتاكلوه شرب معين بتشربوه، يعني بص اطلب من غير ما تتكسف خالص، انا اخوك طبعا عطيه. الله يخليك عدول، هو يعني اصل في الفطار عندنا شويه طلبات كده للولد حسن، يعني هو اصله يحب في الفطار يحب يعني بيض مسلوق وبيض عيون، ويحب كمان لبن منزوع الدسم، ولو فيه عيش ما محمص قوي ولا محمص يعني شويه يعني بالبنيل يعني. وبعدين المدام عندها صلاه تحب الشكل لما قوي. صدق اللي قال فعلا، والله عطيه الايام الحلوه بتمر اوام. شوف بص اليومين خلصوا بسرعه ازاي دلوقتي حالا. يا يعني انا عارف طبعا ان انت زعلان ان انت ماشي يعني، واليومين دول صعبوا عليك انك قابلت صاحبك وحسيت انك في بيتك وكل حاجه، بس انا كمان زعلان والله اكتر منك. بص زعلان ازاي يعني؟ والله يا عادل ما عارف ابتدي منين الحكايه. يا سيدي اي حكايه عايز تحكيها احكيها لنا واحنا رايحين على المطار، ما تقوم تغير الجلابيه دي بقى يا عم ونتكل على الله. والله لو في مطار من اساسه. ما فيش مطار؟ ايه هتسافر بالباص ولا في حتى باص؟ امال ايه هتسافر بالتوك توك ولا ايه؟ انا يا ليه ما عارف اقول لك ايه يا عادل، بس استنى بصراحه يا عم يعني
هربان من ناس بتدور علي، انا عندي طار يا عادل. طار؟ معقوله عطيه؟ انت قتلت؟ انت قاتل يا عطيه قاتل؟ على اليمين ما قتلت حد. امال يعني عليك طار ازاي؟ بالوراثه يعني ولا ايه؟ افهمك يعني، امسك الفشاره دي. انا كنت بعالج جاموسه عندنا في البلد، قوم عالجتها غلط، ماتت الجاموسه. اصحاب الجاموسه راسهم 1000 جزمه قديمه يقتلوني بدالها، ليه جاموسه ورسين على ابوهم وغلي عليهم. يا سلام يعني عطيه، تم كنت تديهم ثمن الجاموسه وتخلص من الدوشه دي؟ على اليمين عرضت عليهم الطاق طاقين وثلاثه واربعه مرضيينش. يا للدرجه دي يعني الجاموسه دي غالي عليهم؟ واحد منهم قال لي هو مطنجر العمه، لو قتلت والدي كان احسن لي. يا طب وانت كنت بتفكر بقى يعني انك انت في موضوع السفر ده اما تسافر وترجع يكونوا نسيوا؟ ما هي المشكله انك كتبت عليك لما قلت لك اني حسافر برا مصر، انا هربان منيهم عشان بيدور عليا. اه يعني كمان مش طلعت بقى قاتل جاموسه، ده انت كمان طلعت قاتل وكذاب. معقوله يعني عطيه؟ معلش يا عادل غصب عني، انا بصراحه اخترتك عشان هم ما يعرفوش طريقك، هم دلوقتي بيدوروا عليا فمعلش. يا ريتهم كانوا يعرفوا طريقي يا عم وخلصنا من الدوشه اللي احنا فيها دي. معلش يا عادل يعني انا مش هطول في القعده عندك، هم يعني شهرين ثلاثة قول أربع شهور وبعدين فك من عندك يعني مفيش حاجة. تفك من عندي ثلاث أربع شهور وبعدين تفك إيه يا عم؟ تفك إيه يا عم؟ استغفر الله العظيم، والله ما عارف أقول لك إيه، والله ما عارف أقول لك إيه. بس بص حلها الوحيد بقى إن أنا أفكر نشوف أي حل، بس الجماعة اللي هنا لو سمحت أنا هنزل أروح البازار وأرجع، يا ريت ما حدش منهم يعرف أي حاجة لغاية ما نفكر هنعمل إيه. عيب يا راجل، سرك كبير. سر انا اللي كبير ماشي. بقول لك يا عادل. ايوه. عينت الفشار اللي انت جايبها دي مليحه قوي قوي قوي. يا ريت تكتر منها وانت راجع. ليك عندي حل يا دولا اقوله لك؟ لا ما تقولش. عينيا يا دولا. بص يا سيدي انا شفت الحل ده قبل كده في فيلم. انت احسن حاجه يا دولا تعملها تخلي صاحبك ده هون يقوم واخد كفنه ورايح للناس زي ما البطل عمل في الفيلم بالظبط، ويقوموا هم بقى دابحين مكانه خروف، واحنا بقى هنبقى ساعتها معاه نقوم واخدين بقى نصيبنا من اللحمه ولا من شات ولا من رقم. على اساس ايه يعني؟ انا مش فاهم يعني، انت كل اللي همك انك انت تاخد حته لحمه ومش اشكال بقى عطيه صاحبي ده يموت ولا يولع؟ يعني انا كده غلطان اني بشوف لك حل يا دولا؟ انا اللي غلطان، انا اللي غلطان ان انا بتكلم معاك وبقول لك على مشكلتي. اصل امشي امشي يا لغول من وشي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده انتوا مين؟ ازيك يا اخ عادل؟ الله يسلمك. يعني انتوا مين؟ انا عنتر ابو شنب. واكيد اللي معاك ده هو الشنب. لا ده اخوي الهلال ابو شنب. اخوك ازاي يعني؟ مش معقوله، اكيد هو من شنب من اب تاني مثلا. مش عاجبك ولا ايه؟ عموما ده مش موضوعنا، احنا جايين لك في كلمتين ورد غطاهم يا اخ عادل. اتفضل يا سيدي، اتفضل يا استاذ عنتر قول الكلمتين وانا علي غطاهم يا سيدي. احنا عايزينك تسلمنا عطيه البنداري اللي مستخبي حداك في الشقه. ايه عطيه البنداري؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. يا دول عطيه الصعيد يا اللي هو في اخ عادل على راي البليس انكار مش هيفيدك، احنا مراقبينه وعارفين انه حداك في الشقه. يخرب بيتك يا عطيه على بيتك يا رمزي. ولمعلومك احنا كنا نقدر نخش نجيبه، لكن عيب الشقه فيها ستات. الحمد لله ان فيها ستات اخيرا بقى لهم فايده. ناوي تسلمه لنا ولا نتصرف بطريقتنا؟ يا عم اهدى انت بس بمسدس اللعبه اللي في ايدك ده بس عشان ما يبص وما تعرفش ترجعه. اهدى كده، انا بتكلم مع الراجل يعني. بص حضرتك يعني انا من رايي ان احنا نتفاهم. نتفاهم؟ نتفاهم على ايه عاد؟ ما اللي حصل حصل وماتت احلى داموسه في البر كله. ايوه يعني مش معقوله حضرتك يعني تموت واحد عشان خاطر جاموسه. ما انت مش عارف غلاوه الداموسه عندنا. زي ما انت شايف ايه اللي بيحصل للهلالي لما بتيجي سيره الغاليه. خلاص انا من رايي يعني بهدوء بس يا استاذ هلالي، انا من رايي ان اجتمع انا وحضرتك والاستاذ هلالي والاستاذ عطيه ونقعد مع بعضينا نشوف حل للحكايه دي. حل ايه؟ بقول لك احلى داموسه في البر كله. يا عم ما تقعدش كل شويه بقى تقعد تقول جاموسه الراجل بيعمل. مالك يا سي عادل؟ ده لو كان جه على عيل من عيالي كان باهون في داهيه. يعني قصدك ايه تضحي بعيل من عيالك يعني؟ الخلاصه ننجيلك بكره في نفس الميعاد على القهوه، تكون جاي وجايب عطيه البنداري معاك، والا هيبقى لينا تصرف تاني. ايوه ولو ما جيتش هتبقى العواقب صعيبه عليك.
مش عارف يا اخي هلالي، انا شاكك كده ان انت تبقى من الصعيد يعني. امال من وين يعني؟ نيوجيرسي؟ لا حاسس يعني ان انت من القصير، من القصيرين يعني، وكنت بتجري وانت اصغر من كده ورا اي جاموسه معديه. جاموسه 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 عند فندق جاموسه 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 جاموسه. خلاص 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 خلاص، انا اسف انا اسف، انا كنت بهزر يعني. عند الفندق مش عارف ان هو بيحصل له كده لما الواحد يقول جاموسه. اسمه عادل ده بينه بيضحك علينا ومش ناوي يجي يا اخوي. يبقى هو الجاني على روحه، لا هو لعب عيال ولا ايه؟ السلام عليكم يا بلدينا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما تعرفش قطر السعيد اللي بيطلع من محطه مصر هيطلع الساعه كام بالظبط؟ احنا ايش درانا؟ شايفنا كومساري ولا ايه؟ روح روح اسال في المحطه. طيب محسوبكم عن تبلي ابو حواجب، بطل من ابطال الصعيد الجواني. وانت ايه اللي جابك مصر يا اخ عن تبلي؟ بيني وبينك في طار كنت جاي اخده، بس ضميري صحي وقال لي ارجع يا عن تبلي، ارجع يا عن تبلي، وارجع يا عن تبلي، ورجعت عن الطار يعني. اتفرط افطارك ولا ايه؟ ده عار عليك، ده انا طخك. يا عم تطخني ليه؟ انت مالك انت؟ مين ده؟ ده اخوي الهلالي. اخوك الهلالي؟ بص يا هلالي، هلالي ازاي؟ بص يا هلالي، بص يا هلالي، العار انك الواحد مالوش ذنب وعنده عيال. مالوش ذنب كيف يعني؟ ايوه، لان اللي حصل ان الحمار بتاعه رفس الخروف بتاعي فقتله. ها؟ فقتله، فانا قلت راسي والف سيف لازم اقتله، لكن ضميري صحي. ها؟ ضميري صحي وقال لي عن تبلي، يعني انت بتستهبل عن تبلي؟ دي عنده عيال. بح، وعملت ايه لما شفته؟ اول ما شفته شفت عياله وهم متيتمين ومتشردين في الشوارع، صعب علي وضميري صحي، ما كل شويه يصحى ضميري صحي وقال لي عيب، اوعى تعمل كده. صدق كلامك صح، مش عارف ليه مأثر فيي. كويس ان كلامي مأثر فيك انت، لو كان قصر فيك انت ما كناش هنلاقيك واصل. ربنا يقدم ما فيه الخير. طيب انا هتكل انا على الله عشان الحق القطر لان ضميري صحي. ايوه، وقال لي يمكن ما تلحقش القطر. سلام عليك. سلامة بلدينا، توصل بالسلامة ان شاء الله. عادي يتأخر علينا يا عنتر. مالك يا عنتر؟ سارع فيه؟ بفكر في كلام الراجل اللي اسمه عنتبلي ده. صدق كلامه صح. يعني ايه مش فاهمك؟ انت ناوي على ايه يا اخوي؟ السلام عليكم، معلش اتاخرت عليكم، المواصلات بقى انتوا عارفين عامله ازاي يعني. انت هتضحك علينا ولا ايه؟ كنا متفقين معاك تجيب عطيه مش ولده. يا عم بلاش مسدس اللعبه اللي في ايدك ده، انا قصدي صراحه يعني. بص يا معلم عنتر، انا بصراحه كنت جايب عطيه معايا لكن حصل ظروف يعني. امال هو فين يعني؟ ده في زحمة المواصلات ولا ايه؟ لا يا فيتك، ما تهش في زحمة المواصلات. وبعدين لو سمحت يعني خليك محضر خير، اما بتكلم معك كبير يا ريت بقى القصير الصغير ما يتكلمش يعني. قول اللي عندك، ايه اللي حصل؟ اللي حصل يعني صراحة يعني ان انا اما الولد ابن عطية يعني حسن، اسمه حسن هو، اما عارف ان ابويا عيني بقى هيتقتل وان هو هيتيتم وهيتشرط في الشوارع وكده، فمن ساعتها بقى من بالليل يعني مش عارف بقى لا يضحك ولا يتضايق ومكتئب وزعلان وكده يعني. قصدك ايه بالكلام ده يعني؟ قصدي يا عيني ان الولد من امبارح ما دقش لقمه في بقه، ما كلش خالص. لا كلت يا عم. بص يا عيني مكتئب ازاي ومتضايق. عفى الله عما سلف، فده يا للجاموس عشان خاطر ابنه. بس يدفع ثمن الجاموسه برضه. يا سلام، وانت جيت في جمل يا عم، دي جاموسه يعني ما جراش حاجه. وبالمره بقى يا جماعه انتوا الاثنين تكونوا معزومين عندي النهارده، ناكل لقمه مع بعض كده وتبلغوا عطيه بنفسكم، اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقين. ها؟ اهم حاجه والله يا جماعه انا مبسوط ان انتوا ضميركم صحي. يعني ما شاء الله يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام.